عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بالمرحومة العامري حلت في المركز الثاني تانينا وناموس، بينما المركز الثالث كان الحضور بسبع دقائق 45 ثانية 9 أجزاء من الثانية. كانت هنا الهبيبة علي بن مسلم علي الخيلي من انتزعت ثالث المراكز في أول أشواط الإنتاج والمنتجين. تانينا للجميع مع هذه الانتصارات ومع هذه الانطلاقات. شوط آخر جديد يبدأ بالتنافس والتحدي وبالتوفيق للجميع. التواصل يستمر ومتواصلون مع شوط يبدأ يحمل أثارة وحماس آخر في مسار هذا الصباح الجميل مع سن اللقاية. وصلنا إلى أشواط الإنتاج والمنتجين. انطلق الشوط الخامس عشر للإبكار اللقاية المهجنات الأصايل التي تتنافس على الفوز والناموس في تحفة الميادين في دبي في المرموم. نسير مع الشواهين اللي على المركز الأول، وحمود بن علي بن حمود الكلباني يقدم شواهين على المركز الأول، تليها في المركز الثاني وتاتي دي في المركز الثاني. محمد بسيل بن خيرات العامري ياتي على ثاني المراكز. المركز الثالث، وهذه تذاكير، تاتي في المركز الثالث، واحمد بن محمد بن غنام الهاملي الذي يقدم هذه الانطلاقه. والمركز الرابع، المركز الرابع مرضيه تاتي في المركز الرابع. مبارك بن مهير بالمحيان الكتبي ياتي على رابع المراكز. المركز الخامس، وصلت لسلهود محمد بالطماطم بن حمد العامري على المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز مشاهدين الاعزاء، وصلت في هذه اللحظة عز بيشان بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي يتقدم في هذه اللحظات بن فهد العجمي. بينما هناك المركز السابع، سابع المراكز اللي تدخلت من الجانب الآخر، وهذه من لأحمد بن سالم بن هدفة العامري. والمركز الثامن رقم ثمانية، شوف الصدف، مكتوم بن الشيب السبوسي يتقدم. المركز التاسع، التاسع شعارك يا بن سالمين عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، الواصلة الواصلة. والمركز العاشر، العاشر العاشر العاشر، هذه الواعية لعبد العزيز بن محمد بن زايد الطنيجي. هذه النتيجة مشاهدين العزاء للمراكز الأولى المتقدمة للعشر في مسار هذا الشوط. عشرة على عشرة دائما المرموم، وانطلقات هذه المشاركات الجميلة والرائعة. مشاهد نعود إلى المركز الأول، نعود إلى بن غنام، إلى بن غنام مع تذكار، تذكار على مقدمة الشوط، تذكار عيشوا مع التذكار. هذه التذكار لأحمد بن محمد بن غنام الهاملي مع المقدمة مع المركز الأول. المركز الثاني مرضية في المركز الثاني، مبارك بن مهير بن محيان الكتبي على ثاني المراكز. بن خيرات على المركز الثالث مع ديمة محمد بن سهيل بن خيرات العامري على ثالث المراكز. والمركز الرابع، هذه تتواجد شواهين، حمود بن علي بن حمود الكلباني ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس، هذه تقدمت سلهودة، سلهود محمد بالطماطم بن حمد العامري يقدم سلهودة. شوف التحرك من مناورة لأحمد بن سالم بن هدفة العامري يتقدم، مكتوم بن الشيب السبوسي من الجانب الآخر. وبن بيشان ياتي ويقدم لنا عز بيشان بن محمد بن بيشان العجمي. وشوف الوصول على تاسع المراكز الواصل، عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. والمركز العاشر اللي وصلت يا زينها، اللي تدخلت بشكلها الجميل، هذه الظبي 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 سهيل بن غانم بن حميد النعيمي. هذه العشر المراكز الأولى للمرة الثانية.
وضعناها على حضراتكم في مسار هذا الشوط، في انطلاقة هذا الشوط الجميل الذي يحمل تحديات صباح هذا اليوم في المرموم. اللقاية وبن غنام، بن غنام الهاملي على مقدمة الشوط يقود مسار الشوط، وعصاها في الابطان، عصاها مغروس مع تذكار، تذكار اللي في المركز الأول، تذكار اللي على المقدمة أحمد بن محمد بن غنام الهاملي، بن غنام الهاملي وبن خيرات أهل مصانع الجنوب، أهل مصانع الجنوب. يتقدم محمد بن سيل، بن خيرات يقدم ديمة، يقدم ديمة على المركز الثاني. أما المركز الثالث فبنلقى في ثالث المراكز مرضية، ومبارك بن مهير بالمحيان يتقدم، ولكن شوف اللي تحركت، تحركت مياسة، مكتوم بن الشيب السبوسي يتقدم مع مياسة، ووصلت الضبي، الضبي الضبي سيل بن غانم بن حميد النعيمي يتقدم في هذه الانطلاقات ولوحة الإعلان إلى 1200 إلى 1200. وبن خيرات غير إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط، وهذه ديمة، هذه ديمة اللي في المركز الأول مسيطرة على المقدمة بأداء جميل، بينما المركز الثاني مياسة، مكتوم بن الشيب السبوسي، المركز الثالث مرضية، مبارك بن مهير بالمحيان على المركز الثالث. خلاص الكيلو الأخير، خلاص غادرناه، والله غادرناه، بن خيرات أهل مصانع الجنوب ومكتوم بن الشيب السبوسي، السبوسي السبوسي في هذه الانطلاقات. أهل ند الشبا وأهل المصانع الجنوب يتنافسون على سلام هذا الشوط، من بيحمل السلام في هذه الانطلاقات وفي هذا الاندفاع؟ يا سلام يا سلام، وانا اشوف هناك السيطرة، التنافس القوي، مياسة مياسة مياسة، مكتوم بن الشيب السبوسي وبن خيرات محمد بن سهيل بن خيرات العامري، شوف اللي وصلت ما شاء الله، غلا يا غلا يا غلا يا غلا، واحمد بن سعيد بن منانة، زعبيل يا زعبيل، حرك يا بن منانة، حمدان بن احمد بن سعيد بن منانة يتقدم، مكتوم بن الشيب سبوسي على المقدمة، ولكن الظاهر أنها غلا اسم على مسمى، غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى مقدمة الشوط، وأهالي زعبيل مع بن منانة يتقدمون، يتقدمون جولة الأوامر الأخيرة، وهذه غلا، هذه غلا. حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة يعلن الفوز في هذا الشوط، ويقدم غلا في الأمتار الأخيرة لتنتزع الناموس وتهدي سلامات لأهالي زعبيل الصباحية الجميلة، تهانينا وناموس، بينما المركز الثاني من وصلت في عز لمسلم بسالم بسعيد المحاربي، والمركز الثالث، المركز الثالث من تقدمت في مشاهدي العزاء ديمة محمد بسيل بن خيرات العامري، الرابعة، المركز الرابع المكتوم بن الشيب السبوسي، والمركز الخامس من وصلت في خامس المراكز هذا سهيل بن غانم بن حميد النعيمي. هكذا مشاهدين العزاء كانت النتيجة للمراكز الأولى، 7:41 وأربع أجزاء من الثانية توقيت المركز الأول مشاهدين العزاء، وهذه اللي غلا لحمدان بن أحمد بن منانة، تهانينا والناموس. المركز الثاني 7:42، 6 أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثاني عز مسلم سالم سعيد المحاربي، المركز الثالث، المركز الثالث 7 دقائق بنشوف المركز الثالث مع مخرجنا، 7:42، 8 أجزاء من الثانية محمد بسهيل بن خيرات العامري، تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا.